بدأ النت وقف. اهلا اهلا بيك يا سوبر، حبيت معانا. اهلا بحضرتك يا حمدي. اعرف الناس بس. انا اسمي يوسف رمضان سيد، من مواليد محافظه المنيا، عندي 16 سنه، داخل تاني ثانوي. تعلمت برمجه طبعا من سنه رابعه ابتدائي، ويعني تعلمت ذكاء اصطناعي من السنه اللي فاتت او سنه ونص. سنه رابعه ابتدائي؟ اه بالظبط. بدات تتعلم برمجه؟ اه بالظبط. اللي خلاك اصلا في سنه رابعه ابتدائي تتعلم برمجه؟ ما اعرفش والله، يعني انا كان عندي هدف، يعني ساعتها كان عندي عايز اعمل حاجه غريبه، اتعلم حاجه جديده مش محدش يتعلمها ولا موجوده اصلا، كانتش منتشره الفتره دي في مصر، يعني ده اللي خلاني اتعلمتها. طب بدات ازاي تتعلم برمجه اصلا في سنه رابعه ابتدائي؟ بدات ابحث عن يوتيوب، ابحث ايه هي اهم لغات البرمجه الموجوده، ايه اقواهم، ايه الحاجه اللي انا عايز اتعلمها، ولقيت لغه اسمها بايثون. هي لغه جميله جدا، بتعمل مواقع، يعني شغاله في كل حاجه، وهي الاساس، الحاجه الرئيسي في شغل الذكاء الاصطناعي. يعني انت من البدايه علمت نفسك بنفسك؟ اه اكيد بالظبط. طيب احكي لنا اكتر، عشان دي حاجه يعني لفتت انتباه الناس كتير، احكي لنا اكتر عن الابلكيشن بتاعك او الموقع بتاعك، بيتكلم عن ايه وازاي ان احنا نشتغل عليه. هو تطبيق ذكاء اصطناعي شغال عن طريق قاعدة بيانات احنا بنديها له، وتعلم آلي احنا بنديله البيانات، هو يتعلم ازاي يرد عليها، وازاي الناتج لو مثلا قايلين له 1 زائد 1 يساوي 2، هو يعتبر بيشوف حفظ في دماغه ان 1 1 زائد 2، يبقى انت كده كل ما تساله 1 زائد 1 بكام يديك 2. نفس الكلام بعد سلسله الارقام، هيعرف ازاي يحسب الارقام عن طريق معادله واحده هو بيتعلم منها. طبعا عامل زي الطفل الصغير، كل ما تديله معلومه كل ما بيزيد سنه، كل ما تديله معلومه كل ما بيزيد سنه بالظبط، لحد ما يبقى عنده معلومات كتير جدا. طب احنا بنستخدم الابلكيشن عامل اسمه زبيدي. اه بالظبط، اسمه زبيدي. طيب قول لنا بتستخدمه ازاي. هو بوت ذكاء اصطناعي هيشتغل ان شاء الله على 3 حاجات: موقع ويب سايت الكتروني، يعني تبحث عليه على جوجل عادي، وموقع وتطبيق اندرويد، وتطبيق اي او اس ايفون. طيب نشتغل عليه قدام الناس كده، نشوف احنا مثلا. طيب ماشي، حضرتك مثلا عايزك تكلمني عن مرض معين، اتفضل اديني اسمه. حضرتك عايزه مثلا مرض ده السكري مثلا. هو بيرد عليك بيقول لك اتفضل اديني اسمه. اه بالظبط، مثلا عايزين نتكلمنا عن ده السكري، نديله كده اهو، هياخد بس ثانيتين بالظبط وابتدى يتكلم. اه هيشرح ده السكري بالظبط، تاريخه واول حاله اكتشاف واعراضه وبيصيب فين كده. طب انا لو كتبت على طول اسم المرض ده هيجيب لي على طول؟ على طول من غير ما اقول له عايزك كذا. حضرتك مثلا سيف كوي ده كده، مثلا عن السياسه المعروف دونالد ترامب. دونالد ترامب مثلا اهو، هياخد ثانيتين بالظبط ويتكلم لك بقى عن دونالد ترامب. دونالد ترامب بعتقد اسمه بالعربي واسمه بالانجليزي وتاريخ ميلاده وكل حاجه تخصه، يجيب السيره الذاتيه كلها اه بالظبط. حكم، بص، هو الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحده من فتره 2019 ل 2017 ل 21 كده. المعلومات دي بقى انت دخلتها له ازاي؟ او دي انا ربطتها بقواعد بيانات عالميه، والقواعد بيانات التحدث باللغه العربيه العاميه دي قواعد انا معلمها له. هو بيتعلم عن طريق تدي له كلمات معينه يعرف ردها كده، هو من هنا ورايح بقى مستقبلا هيبقى عارف ان رد الكلمه دي هو كذا. يعني مثلا كلمه اهلا، لك اهلا وسهلا حضرتك يا فندم، يعني مثلا كده قلت له انا كده عامل ايه، هيرد عليا بسهوله جدا، الحمد لله يا فندم اسال حضرتك بيه، كان شخص طبيعي، كان حد بالظبط، حد انسان عادي بيكلمه، لكن هو في النهايه روبوت.